إليكم أن وصلوا التحية للوصوليين والمتملقين والمتسلقين والمتخاذلين بأننا سوف نبقى على نهج الأسلاف، يعني بالمطالبة بالحق حتى ننتزع الحق كاملا غير منقوص. ونتمنى أعلنوا التحية كذلك توصل لأخواتنا وأمواتنا اللي أزرونا طيبة هذه المسيرة يعني بالأصوات الحرة المعبرة عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي اللي كينخر الجسم الصحراوي بهذا الربوع الملعونة وبهذا الجرف الملعون، بأننا سوف يعني سنرفع الصوت يعني بالمطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وانتشال أنفسنا ولو بالصراخ من هذا الواقع الاجتماعي والاقتصادي اللي كينخر يعني جميع الأسر الصحراوية مدينة الداخل. وهذا المسيرة هذه اللي تكمل اللي بغى وكره اللي كره، وحتى ذوك المسمينة يعني يوصلهم الميساج على انه راه لا تنازل لا تخاذل لا تراجع لا انهزام لا انكسار، لانه ما كاينش اللي يثنينا على مطالبتنا حقوقنا وانتزاعها، ويعني ضمن يعني ضمان الكرامه لانفسنا انفس اجيالنا الصاعده. وكونوا على يقين باننا لين عادوكم ولين قاضوكم ولين تعودوا اعدائنا بتعطير ابنائنا بان لا مستقبل معكم. بهذا الوجوه هذه كنقولوا بان راه لا مستقبل لنا معكم. وكنا نعلو الاعلان باننا سوف نخوض يعني أشكال نضالية تصعيدية سلمية حتى يوصل صوتنا يعني لهذا اللوبي هذا اللي كيتحكم في مفاصل قطاع الصيد البحري وكينخر من أجسادنا وكيمص دماءنا ودماء أبنائنا، وبأنه يعني حتى الصوت ديالنا بأنه غادي يتم دائما مرفوع، لا انكسار لا انهزام لا تخاذل لا تراجع، لأننا سوف نطالب بهذا الحق وسوف ننتزعه غير منقوص. وتحية لكم، أتمنى من رفاق الجمع.